السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا مطبخ الشروق على قناة الشروق. وصفة جديدة وأكل جديد وحاجات متنوعة زي ما عودناكم. مرحبتين الزميلة إسراء. مرحبتين أحمد، مرحبتين بكل المستمعين، بكل الناس اللي بتابعونا دائما عبر قناة الشروق الفضائية. ليكم منا كل التحايا وأهلا ومرحب بكم في مطبخ الشروق، المطبخ المتعدد المتنوع على الأكلات العربية. أهلا ومرحب بكل المستمعين، وأهلا ومرحب بك آية حبايبي. أهلا بيكي، كيف الليلة اليوم؟ الحمد لله تمام. ازيك يا شفايا؟ الحمد لله. أهلا بيكم وأهلا بكل مشاهدين قناة الشروق ومطبخ الشروق في حلقة جديدة من مطبخ الشروق. النهاردة هنعمل بطاطس بالدكوة. أيوة. وهنعمل سلطة مكرونة بفلفل مشوي. وهنعمل الكنافة بالبلح. طيب نبدأ. نبدأ المشوار معاكي ومع كل المشاهدين وكل الناس اللي بيتابعونا الآن في البيوت السودانية. نقول لكم تعالوا قريب وتابعوا معنا. معنا أول وصفة إن شاء الله والمقادير أمامكم أعزائي المشاهدين في الشاشة، ويلا نبتدي. يلا أول حاجة أنا هعملها، أنا هحط الفلفل بس يتشوي في الفرن، عملناه مع بعض قبل كده بس. أيوة. أنا هحط الفلفل وبدهنه بالزيت وبدخله الفرن. بس أتأكد إن الزيت على الفلفل كله. وهنشويه، وده اللي هنعمل منه الصوص بتاع المكرونة، بتاع سلطة المكرونة. بنفس طريقة المرة اللي فاتت صح؟ اه بالظبط. هنحطه كده، هنرش عليه رشة ملح بسيطة بس، وهندخله الفرن. طيب. على درجة حرارة 180، وهنسيبه يستوي في الفرن، وبعدين نرجع نعمل السلطة مع بعض. نعمل بقى أول وصفة معانا اللي هي البطاطس اللي بالدكوة. هلا وصفنا فيها حاجة سودانية. أيوة. ايوه الدكوه او زبده الفول السوداني عندكم. أيوة. عشان نقدر برضو بتابعونا في الدول الثانيه برضو عشان يفهموا المعنى. اول حاجه هنعملها، نعمل بقى البطاطس من الدكوه اللي هي بطاطس بزبده الفول السوداني. ايوه. هنحط الزيت على النار عشان هنقلي البطاطس. هي مش المفروض انك تحط عليها حاجه غير البطاطس، بس انا هعملها مع البسله. ايوه بالبسله. في حاجه انا عايزه اسال منها دايما، بحيث كتير من البيوت دايما بتعملها في بيوتهم السودانيه تحديدا، البطاطس لما يتحط في مويه كثيره او في زمن كثير، يعني انا بدي اعرف انه هل بيفقد قيمه غذائيه او ممكن يؤثر في الطبيخ؟ البطاطس؟ ايوه. البطاطس فيها نسبه نشا، فانا لما باجي استخدم اي حاجه ابقى عارف انا بستخدمها لايه، واعرف القيمه ايضا الغذائيه الموجوده في كل الخضروات اللي احنا بنستخدمها، ونعرف بالزبط كيف طريقه التعامل معها، لان دي حاجه مهمه جدا وبتساعدنا في كثير، يمكن يكون من الفوائد الصحيه اللي احنا دائما بنحتاج او بحتاج الجسم تحديدا. انا كده احط البطاطس هتتقلي، دي ممكن ننقلها على عين ثانيه. أيوة. نعمل الصوص. طيب. احط زيت، ممكن اخد سنة زيت من اللي بتقلي منه البطاطس. ايوه، عشان بعدين تدي وش في الصوص. ايه؟ الزيت بعدين يديك وش احمر في الصوص. اه. هنحط فصين ثوم مفرومين. طيب. احطه على البارد علشان ما يتحرقش معايا، واحط فلفل حامي. شطه حمراء. ايوه. مولعه. عشان احنا بنحب الشطه. ايوه. وهي بتهيألي برضه هنحطها تبقى حاميه شويه. ايوه. وعندها انواع كمان. وعندها ايه؟ انواع. أوه. في شطه صغيره جدا اللي هي شطه الدندابه، اللي هي حاره. ايوه جداً. او الجبانين صح؟ ايوه الجبانين. ايوه. لكن عندنا الشطه عموما او الفلفل عموما هو يعني الخضره يكون اخضر، فلفل اخضر. اه. اللي هي عندنا بنعملها برضه بالدكوه السودانيه، تطلع حاجه حلوه شيء. ايوه.
انا حطيت الثوم وحطيت الفلفل الحامي يطلع النكهه بتاعته. وقبل ما الثوم ما يحمر هحط نص كوبايه زبده بسلة اسمها بسلة عندكم؟ ايوه برضه في فريش وفي معلب وفي مجمد يعني عندنا متنوع موجوده متوفره على طول. ايوه على طول حط رشه ملح. يمكن الفريش مواسم لكن المعلب والمجمد فرايز دي موجوده على طوال. شوح شوية. ايوه. وبعد كده هحط معلقة معجون طماطم. ممكن يا شيف ما يكون سبايسي صح؟ اه ممكن ما يكونش سبايسي طبعا. ما بتحب الشطه ولا ما عندك معها علاقه؟ بحبها شديد والله. والله انت مع شيف ايه؟ ايوه مع شيف ايه. بعدين شيف ايه يمكن احنا في شهر رمضان المعظم يعني انت عشان تاكل عشان تكون عندك حاجه تفتح لك الشهيه صراحه الشطه واحده من الاشياء اللي ممكن بتخليك انك تتناول كميات كبيره جدا من الاطعمه اللي حولك وتفتح لك شهيتك على العموم. وحطيت معلقه كزبره ناشفه. هحط شوية شوربة او هحط كوباية او ممكن مية. ايوه. او ممكن الشوربة الكذابة. اللي هي طبعا دي المرقة يا جماعة مرقة الماجي او المرقة عموما دي تصوطوها بالموية وخلاص دي كده شوربة. لا مش دي الشوربة. الشوربة الكذابة. الشوربة الكذابة. لا مش دي الشوربة الكذابة. احنا ما بنستخدمش المسمعات. طيب احنا نعرف الشوربة الكذابة لكل المشاهدين الان. هقولها بس خلينا نفهم. اوكي. خلاص. طيب احنا عندنا انا فهمتها كده لانه ممكن احنا اغلبيتنا ممكن نعمل كده سريعة انها المرقة. معلقة شوربة سريعة. انا ما بحبش استخدم الحاجات الصناعية. الحاجات دي فبفضل ان انا اعملها. هحط زبدة الفول السوداني. ايوه. هسيبها سايحه كده شويه وهسيبها لحد ما تعمل صوص والصوص يتقل معايا. ممكن نحط زي ما قلنا طبعا ان الاكل مش اجبار، الاكل اختيار، ممكن نغير كل حاجه، ممكن نزود فلفل اخضر، ممكن نزود فلفل الوان، ممكن نحط حاجه مكان البسله، ممكن نعملها من غير بسله، ممكن نحط فراخ، ممكن أيوة. نعملها في حلقه فراخ بالدقه ممكن موجوده برضه. أيوة. نجرب برضه نجرب. ايوه نجرب في مطبخ الشروق ايضا. ايوه في المطبخ مطبخ الشروق عارفين طبيعته مطبخ متنوع وهي حاجه مختلفه وجديده. هي كده انا شايفه ان هي بتتقل معايا شويه فممكن ازود سنه ميه. ايوه حاجه بسيطه بس علشان ما تبقاش ماسكه تبقى قوامها مناسب. واحط بقى ملحها، احط نص معلقه ملح وربع معلقه فلفل اسود. واحنا حطينا كزبره احط رشه بابريكا ربع معلقه وهنقلب. هي كده القوام بتاعها حلو قوي. أيوة. لسه لما هتقعد تغلي على النار كمان شويه هتتقل معانا. كل ما الدقوه او زبده الفول السوداني تنضج في النار اكتر كل ما بتدينا قوام اثقل. ايوه بالظبط. أيوة. لان هي كل مكوناتها عباره عن مواد رابطه. ايوه. نشوف البطاطس. البطاطس قربت كمان تدخل في السوى. ونقول بقى الشوربه الكذابه بتتعمل ازاي. الشوربه الكذابه دي انا بعمل شوربه طعمها حلو جدا كانها شوربه خضار بالظبط بس من غير لحوم. بنحط ميه على النار وبنحط بصل، جزر، كرفس، طماطمايه، جزرايه صحيحه، طماطمايه صحيحه، قرنفل، حبهان، ورق لورا. ما بنحطش قرفه عشان ما يغيرش لونها. ممكن نحط
عيدان بقدونس او عيدان كزبره، بنحط فلفل اسود حصى او حب او مطحون عادي، وبنسيبها على النار. اول ما تغلي بنغطي عليها خالص وبنسيبها على نار هاديه. طبعا لو مستعجلين بنسيبها تغلي بسرعه وبناخد الشوربه نستخدمها. بس لو هستخدم الشوربه في حاجه انا محتاجه اشوف لون الشوربه صافي، فيبقى افضل ان انا بغطي عليها تقريبا ساعه. بعمل شوربه ممكن نعملها ونخزنها في الفريزر او في الثلاجه، تتعمل في اكياس وتتشال وتبقى حلوه جدا وتنفع وقت الزنقه. نستخدمها في وصفاتنا في اطباقنا عايزين نعملها خلال الشهر. بعدين فيها فوائد كتيرة من خلال الخضروات الموضوعة داخلة، يعني الحاجة دي هي مهمة جدا. خدت نكهة أيوة. حلوة، وخدت فوائد بتاعت الخضار كلها. وفي نفس الوقت ما جيت بقى اعمل اكل وانا مش عاملة لحمة او مش عاملة فراخ، فاستخدمت النكهة الطبيعية. في نفس الوقت يبقى عندك شوربة جاهزة. بالظبط. وبعدين بتوفر الوقت للناس اللي دايما ان يعني زمنهم ضيق، ودايما ان المراه اللي بتكون شغاله او عامله، فبتبقى انه فكره جميله جدا انك تطبقيها وتخليها موجوده وعلى الوقت. وبعدين ما تكلف أيوة. حاجه واقتصاديه شديد ومريحه شديد، كسبا للزمن كسبا لتوفير الوقت توفير القروش. نعم. انا هاخد البطاطس. ايوه خلاص مجد. ايوه. في الوصفة دي يا شيف ممكن نستخدم البطاطس بالقشرة بتاعتها ولا لا؟ ممكن طبعا نستخدم البطاطس بالقشرة بتاعتها. القشرة بتاعت البطاطس مفيدة جدا وفيها عوامل مضادة للأكسدة. أي حاجة مضادة للأكسدة بتقي من السرطان، بتعمل أجسام مضادة في الجسم. فطبعا البطاطس بقشرتها من الحاجات المفيدة جدا، ويفضل إن احنا يبقى على الأقل مرة في الأسبوع بناكل حاجة فيها بطاطس بقشرها. ممكن نجيب البطاطس الصغيرة صغيرة خالص ونقسمها نصين ونعملها بزبدة وروزماري وملح وفلفل، وتتاكل جنب الأكل كده زي البطاطس المهروسة أو كده. مقبلات كده خفيفة وبنفس الوقت فيها فائدة. أيوة طبعا. لازم تدخل في الجدول الاسبوعي او الوجبات كده تنوع البروتين. ايوه يبقى انه البطاطس مهم جدا ولازم يكون اسبوعيا وجبه حتى لو كانت واحده انها تتوفر. لازم تدخل في البروتين بتاعكم. نعم كده احنا خلاص ماشيين للخطوه اللي منه الاخيره ولا لسه؟ دي لا خلاص بقى الخطوه الاخيره. دي الخطوه الاخيره. هسيب البطاطس تاخد غلوة واحدة مع الصوص علشان تتنكه وريحتها اظن باينة قوي ويعني ايه الواحد عايز ياكل كده. نعم صراحة من ايوة من الاكلات اللي انا قاعدة احبها شديد وبرضو بنعملها. وبنتمنى انه كمان برضو كل الناس اللي تجرب بنفس الوصفات اللي انت ذكرتيها او الاضافات الجديدة اللي انت ضفتيها للاكلة تحديدا. صح. احنا كده هنسيب البطاطس تاخد بس غلوة مع الصوص. اخبارها؟ تمام. الاخبار تمام؟ ايوه. لازم طبعا تتساوي من كل الجهات. بالظبط. فقلبناها بس ودي كده معانا تمام. هنغرفها. نطلع فاصل لحد ما نغرف. ممكن نغرفها وبعد كده نطلع فاصل. طيب. سهلة بسيطة غذائية مفيدة، خطواتها بسيطة والشيف آية موجودة طبعا أكيد. احنا كده الوصفة انتهت بسرعة، بسيطة وسريعة جدا. الوصفة خلصت بسرعة جدا وانت مستعجل. ما خدتش وقت خالص. احنا واحنا بنغلي البطاطس عملناها، هنحط بس شوية خضرة علشان الشكل النهائي. لازم البتوش الأخيرة دي. أيوة. ده شكل النكهة. كده بتبقى خلصت معانا أول وصفة البطاطس بالدفة السجنية. ايوه.
وحاجه سهله وبسيطه عملناها بسرعه، واتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لنا رايكم ايه وتصوروها وتبعتوا لنا صور. هناخد شويه الكنافه كده دول كفايه، نفككهم من بعض. انا بحاول ان انا اقطعها صغير خالص لان انا هحمرها على النار من فوق، خصوصا ان انا زي ما قلنا كل حاجه وانا بعملها لازم ابقى عارف انا هعملها ازاي، فانا هرصها في كاسات فمش هدخلها فرن ولا حاجه. حلوه الليله خفيفه كده دي على النار بس. زيت على زبده ليه عملتي سكر بودرة؟ علشان يساعدها ان هي تبقى كريسبي وهي بتتحمص كمان. والزيت والزبدة، الزبدة بتدي نكهة والزيت بيدي القرمشة، فعشان كده بحط الاثنين مع بعض. اقلبها حلو. وعلشان كمان هي خلاص الكنافة مش هتاخد شربات. ننزلها هنا تتحمر. ممكن ننقلها على عين هنا وهي بتتحمر نعمل الكريمه. ما ممكن يا شيف انه يعني احنا ممكن نحط الطوه ونكب الزيت ونقلبها داخل الطوه ونضيف لها السكر ولا ما ينفع؟ احسن ان انا اقلبها بره كلها على بعضها علشان كلها تتجانس، وانا بايدي هعرف ان انا اخلي السكر والزبده واخبطهم مع بعض كويس. تمام. انا هحط 3 ارباع كوبايه لبن وهحط هنا كوبايه سوري نص كوبايه، هحط مع النص كوبايه دي معلقه سكر بودره ومعلقتين كاستر هنقلبهم حلو. قلبهم على البارد حلو عشان ما يتكلكعوش. ايوه. وهنقلب في الكنافه ولا هنخليها؟ بس بعد الكنافه ما تستوي هنحطها في الكاس. اهم حاجه ان ابقى بقلب الكنافه على طول. ايوه. عشان ما تتحرقش. وبعد كده هناخد صفار بيضه ليه شلت الصفار بس يا شيف؟ عشان انا عايزه الصفار بس مش عايزه البياض. الصفار هو عباره عن الماده الدهنيه اللي جوه البيض. البيضه بتنقسم لجزء سايل وماده دهنيه وبروتين طبعا. ايوه. بس يعني انا لما باجي اعمل حلويات انا بحسبها على اساس ان البيضه دي انا باخد منها جزء سوائل وجزء دهون. ايوه. وجزء ماده رافعه. فعشان كده لازم انا بستخدم كميه البيض اللي انا بستخدمها. عشان كده في انواع كيك مثلا زي السبونج كيك هي ممكن ما احطش ماده رافعه، ممكن ما احطش بيكنج باودر، ممكن اعمله بالبيض بس وهترفع وهتبقى كويسه جدا معايا. صح. لان انا استخدمت الماده الرافعه اللي في البيض. ايوه. انا كده ده قلبته، هنزل باللبن بعد ما دفي حاجه بسيطه بالراحه قوي عشان اعمل الهيئه اللي قلنا عليها عشان البيض ما يزفرش معايا. تاخد اللون الاحمر. ايوه. لما بنوصل المرحله دي لازم ابقى بقلبها على طول علشان ما تتحرقش مني. ممكن انقل ده هنا ونوطي عليه خالص ونجيب الكنافه هنا. احيانا في كتير يمكن يعني انت بشير اتكلمت على انه الكنافه هي بالبلح، في ناس احيانا مع البلح بتضيف مكسرات. طبعا ممكن. ايوه. عين الجمل كمان مع البلح حلو قوي. ايوه. احنا هنعمل كراميل مع البلح.
تمام. لازم ابقى بقلبه كل شويه علشان ما يكلكعش. تمام. ممكن حد يتولى المهمه دي؟ احسن تخرج. وهو ماشي يدلك؟ اهو. لازم اكون مراقبه كويس عشان ليه لازم انا اكون بكلف فيه وكده؟ عشان ما يكلكعش. اوكي. ما يكلكعش وما يكلكعش. ولما يصل للغوام ده احنا هنجيف ولا؟ ايوه. نبعده بقى على النار علشان يبرد. تمام. نخليه بقى على جنب كده علشان يبرد. هنجيب الكنافة هنا وهنوطي عليها علشان ما تتحرقش. هنا بقى هنحط مكعب زبدة. مكعب زبدة. ايوه. هنا هستعمل ايه يا شنيا؟ هعمل البلح. ايوه. هحمر بس البلح في الزبدة لوحده وبعد كده هنعمل الكرم. طيب. وده الشكل المطلوب. ايوه. السلقة خلاص هانت. ايوه. هنا هنصب على الفلفل عشان ما يتحرقوش. احنا نسينا الفلفليه. الفلفل ده كمان حلقتنا. أيوة. ما فيها حاجتين حلوه مر. ايوه. فلفل لسه. أيوة. ولسه الحلو برضو. ايوه. لسه السلطه. عشان كده انا مجرد ما تبدا تسيح هنزل بالبلح. البلح انا قسماه بس نصين. نحمره بس كده. عارفه يا شيف بالحاجه دي ذكرتيني حاجه كده بيعملوها الاماراتيين ثابته بتكون في رمضان. بيعملوا البلح والزبده بالطحين مع البلح بيجيبوا كورون كده مع بعض. عرفتيها؟ ايوه. بيشربوها مع القهوه. صح. فعندها اسم كده بس انا ما متذكر الاسم بتاعه. فقريبا لنفس الطريقه. احنا بنحاول نجمع الثقافات كلها عندنا. ايوه. انت بتحمري البلح بنكهه السمنه عشان ياخد النكهه ولا عشان يديك الشكل؟ لا شكل. علشان اول حاجه علشان يطرى شويه معايا. ايوه. تاني حاجه علشان ياخد نكهه الزبده. وهديله رشه قرفه بس بعد ما يتحمر خالص. انا عايزاه مقسوم نصين برده عشان نعرف ناكله واحنا بناكل. أيوة. ما تكون كبير. ايوه. هو كده خلاص معايا. هديله رشة قرفة. رشة قرفة حلوة. كويس. حلوة. حلوة. عشان يدخل فيه في القرفة. ريحتها طلعت مع الكنافة. الكلكعة هي مجرد ما بتتحمر بتفك بس. ابقى برضو انا بقلبها علشان ما تبقاش حته متحمره وحته لا. ايوه. حتى هي لما تتقلب بتدينا برضو انه يعني بتتواصى مع بعض. ايوه. ايوه. السخنيه بتتوزع فيها.
وبعدين عادي لو جابت كذا لون او كذا تدرج، المهم كلها تستوي يعني، ما شرط ذهبي شديد. لا احنا مش عايزينها تبقى واخده الوان مختلفه، عشان هي كده كده لما هتطلع من النار احنا حاطين فيها زيت وزبده، وهتفضل فيها سخونيه فهتحمر زياده، فعلشان كده ما يفضلش ان يعني. وبعدين برضو عشان شكلها، احنا في النهايه بنحاول ان احنا في البيت لما نيجي نقدم حاجه نقدمها كاننا بناكلها في مكان بره. ايوه ف ممكن احسن بالظبط، يفضل ان انا ابقى بخلي بالي علشان ما تبقاش الكنافه حته محروقه وحته متحمره كويس وحته نص نص نص، عشان كده بنقلبها على طول وبنقول ان هي ما تتسبش، خصوصا لما بتوصل للمرحله دي خلاص. وممكن انا ابعد عن النار واقلب، لان طبعا هي فيها زيت وفيها سخونيه، لقيتها لسه شويه برجعها على النار تاني شويه. لازم تتواصى كلها. ايوه ايوه، تدينا لون الذهبي الجميل بالظبط. هي كده تمام، وعبال ما تبرد دي برضو هتسيبها تبرد ونعمل الكراميل. الكراميل من الحاجات اللي وانا بعملها هي حساسه جدا. ايوه، فاول حاجه لازم يبقى الحاجه اللي بنعمل فيها واسعه، عشان لما احط كميه السكر تفرد فيها كلها. انا هحط نص كوبايه سكر، يفضل ان احنا نقلب بحاجه خشب. ايوه، هفردها كلها. هفرد السكر قبل ما يبدا يسيح، هفرده كده وما بقلبش غير لما السكر يبدا يسيح شويه، بعد كده ببدا اقلب، لاني لو قلبت دلوقتي هو هيكلكع معانا. الكريمه كده السكر لحد ما يدوب يبدا يسيح خالص، وبعد كده هبدا اقلبه بالراحه. ايوه، ما بالضروري ان نزيد درجه الحراره، درجه لا حراره لا. السكر لا خلاص، انا كده أيوة. هقفل هنا لحد ما نخلص الكنافه ونطلعها بقى ونعمل السلطه. برضه لازم تكون النار هاديه شويه صح؟ لا عايزي على النار عاليه، بس اهم حاجه ان انا اخلي بالي اخلي بالي منه، لان من الحاجات اللي ممكن تبوظ مننا بسرعه. صح، تاني نفرتكها نكسر. ايه تاني نكسرها؟ ايوه، عشان سخنه طبعا فمسكت في بعضها. هنحط كده كنافه، السكر بدأ يسيح معايا.
نعمل الكريمة طبقة كده في النص. انا مش عايزاه يغمق طبعا علشان اولا ما يتحرقش، ثاني حاجه يبقى لونه حلو. ايوه لما السكر اتاكد ان هو كله دايب خالص. لما اتاكد ان السكر كله دايب خالص وخد اللون الذهبي وبدا يغمق شويه، في حتت بتبقى بسيطة مش باينة يمكن، بس لازم اخلي بالي منها عشان هي دي اللي بتكلكع. ممكن احنا نقدمها يا شيف في طبق واحد؟ ده طبعا خالص احط مكعب الزبدة اقلب بسرعة وهو بعيد عن النار. الكرمل من الحاجات اللي طول ما هي بعيدة عن النار بتفضل لونها يغمق. ايوه يا دوب معلقتين لبن، بس لبن بارد. ايوه ونقلبه. زي ما قلنا طبعا لازم تبقى حاجه واسعه وكده. لونه معانا عامل ازاي؟ وشويه وهنلاقي لونه غمق معانا شويه. ده كده صوص الكراميل. هنحط شويه كنافه طبقة تانية. سامعين صوت قرمشة الكنافة؟ ايوه. وشامين راحة الكراميل والسمنة. نزيد الكمية في الآخر بلا. أيوه لأن هو في النص ما فيش غير واحدة بس. أيوه طبعا القوام بتاعه زي ما احنا عايزين، محتاجين يكون اخف شويه. هنزود الميه سوري اللبن. اللبن احنا عايزينه ينزل على البلح يمسك. ايوه بس هو مسك، احنا المسكه دي عايزيننا يمسكها على البلح. معناها طول ما احنا بنعمل في الكراميل معناها بعد ما رتبنا كعساتنا لازم يكون في درجه حراره منخفضه. أيوة نخفض النار للاخر بالظبط. يا اما نزود لبن ونعمله سايل. احنا ممكن نحط شوية كراميل على البلح وبعد كده نزود اللبن ونوريه للناس بيكون معانا عامل ازاي. طيب في الاسنان احنا ما ممكن نزود اللبن؟ احنا هنزود اللبن، احنا هنعمل واحد كده وواحد كده عشان برضو نوري الناس هو لما بيبقى سايح شوية بيكون عامل ازاي. ايوه نزود شوية لبن. برضو واحنا شغالين اخلي بالي لان البخار اللي طالع ده ممكن يحرق. صح. وابشره طبعا على الناس كلها. فالناس تعمل حسابها دايما. ايوه. دي كده تبقى تاني حاجه معانا خلصت. ايوه. هي تحلية جميلة جدا، خفيفة وشكلها حلو. ايوه الجديد شنو؟ حطينا مية على النار عشان نسلق المكرونة. ايوه نعملها سلطة. نجيب بقى الفلفل 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 الجبال. لما يكون حار درجة التعامل معاه صعبة. ايوه طبعا كل المية اللي بتنزل منه دي انا هاخدها معايا وانا بضرب. طيب هنحط كزبره خضراء. كم
اقول كده مش كتير لان انا هقطع برضه معاها في السلطه. ايوه. وهنحط ليمونه ومعلقه خل. ايوه. وهنحط كزبره حب متحمصه لسه محمصاها دلوقتي. نحط تقريبا نص معلقه وربع معلقه فلفل اسود وربع معلقه ملح واحدتين قرنفل واحده ليمونه ناشفه مع الفلفل. خلاص لازم نشيل البصل. بس في بهارات احنا خدناها حبوب بعدين لما انت تيجي تستخدم مثلا هتضربيها تاني هي دي ممكن سلطه الفلفل احنا نبدلها يعني ممكن نعمل باذنجان زي المره اللي فاتت قلت ممكن يكون خيار اخر للصوص. ايوه الصوص اللي ده اللي هنضربه يبقى باذنجان. ايوه لا ما بينفعش. لا ممكن يبقى فلفل اصفر ممكن يبقى فلفل اخضر كل واحد طبعا ليه طعم بس طبعا الفلفل الاحمر لما تجربي السلطه هتعرفي اللي انا بقوله. تمام ما عنده اي بديل. لا طيب ننزل بالمكرونه احنا في السلطة دي عندنا مكرونة؟ ايوه هي سلطة مكرونة. طيب الفلفل ده اسمه كولي. كولي الصوص ده لما بشوي الفلفل سواء الاحمر او الاصفر او الاخضر اسمه كولي يعني بعمله صوص ده نوع من انواع الصوصات. انا منتظر انه يخلص عشان بعدين اشوف الطعم عامل ازاي. ممكن كمان تتعمل معاها تتشوح معاها فراخ. ايوه ممكن بتبقى حلوه قوي لو فراخ معموله جريل. كده هناخد بس شويه صوص الجريل من بينهم طبعا ممكن نضربه في الخلاط ممكن نضربه في حاجه نفسها. كده البسله دخل لنا اليوم في حاجتين في وجبتين. نحط الصوص. ايوه دي هناخد حته فلفل اصفر عشان نكسر الالوان. ممكن مع الفلفل الاحمر اللي احنا شويناه ده نحط قرن فلفل حامي برده يتشوي ونقشره بنفس الطريقه ونحمره معاه. ايوه للناس اللي بتحب السلطه السبايسي المكرونه زي ما قلنا بتتسلق من 4 لـ5 دقايق مش اكتر من كده. ده هو مستوي انا بس هشوحه وهحطه على الصوص وبعد كده بنطلعها لو هنستخدمها على طول زي ما هنعمل كده دلوقتي انا برشها بس رشه زيت. ايوه وبستخدمها على طول علشان ما تلزقش يا اما انه بنرش عليها زيت وبنسيبها على مصفى وتكون كبيره تبرد علشان ما تعجنش بس ما بغسلش المكرونه بالميه بعد ما بنستخدمها. ولو عملناها وحطينا عليها الزيت وهنركنها شويه لحد ما نستخدمها لما نرجع نستخدمها لازم ننزلها في ميه بتغلي. ننزل بالمكرونه وبعد كده نغرفها الف هنا وشفا. ممكن طيب يا شيف نضيف اي اضافه فيها او طبعا ممكن نحط
عليها مكسرات، ممكن تحط جمل، ممكن تحط لوز زي ما احنا بنحب. دي كده تبقى تالت وصفه معانا خلصت، كانت سلطه المكرونه اللي اتعملت بشكل بسيط جدا. كده تبقى خلصت حلقتنا النهارده من مطبخ الشروق على قناه الشروق. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا شيف. نعم زميلانا يا اسرة، يديك الصحة والعافية. وشكرا لك يا شيف، وشكرا لكل الناس اللي تابعونا من بداية الحلقة حتى الآن لحد ما نلتقي في حلقة جديدة. مع السلامة.